شكرا الأخ رئيس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشكر الأخوان في اللجنة على جهودهم الواضحة في هذا الأمر، وأنا أعرف أنهم واصلوا الليل مع النهار لإنجاز مثل هذا القانون، فلهم جزيل الشكر هم والمكتب الفني اللي موجودين. أخ الرئيس، أنا عندي أكثر من ملاحظة صراحة. القانون يعني مواد كثيرة والجهد جبار اللي قاموا فيه الأخوان، لكن أولى الملاحظات هو على الاسم، المفوضية العليا للانتخابات. اسم مفوضية اسم دبلوماسي وليس اسم قانوني، وإنما يرمو إلى الأمور الدبلوماسية. لذلك أنا اقتراحي الحقيقي اللي أقوله يغير اسم هذه اللجنة أو تسمى الهيئة العليا، الهيئة المستقلة للانتخابات، الهيئة الوطنية للانتخابات، أفضل من المفوضية العليا للانتخابات. المفوضية العليا للانتخابات صارت في دول ثانية وجوار وخربت الانتخابات فيها. فاقتراحي الأساسي أن يغير هذا الاسم وتكون الهيئة المستقلة للانتخابات أو الهيئة الوطنية للانتخابات. هذه أول نقطة. كذلك عندي ملاحظة على الاسم. لما تقول عليا، يفترض هذا الأمر أن هذه قراراتها غير قابلة للطعن. فأنت قول الهيئة المستقلة للانتخابات فقط. إذا قلت عليا لا يطعن عليها أمام المحكمة الدستورية ولا أمام أي أمر آخر، وهذه قرارات تبقى قرارات صادرة من هيئة مستقلة قضائية شبه قضائية، فيطعن فيها. فذلك هذه الملاحظتين أعتقد يجب أن تكون محل اعتبار عند اللجنة وتعاد النظر فيها، يعني من غير لا نقدم لكم حتى فيها تعديل، لأن هذا أمر يعني من المسلمات أو البديهيات. أعتقد في تشكيل المحكمة هناك أمر قال 4 سنوات، لم يذكر هذه ال4 سنوات هي قابلة للتجديد أو غير قابلة للتجديد. أنا وجهة نظري أن تكون غير قابلة للتجديد. ليش؟ حتى لا يكون هناك أداة ضغط على هؤلاء القضاة من قبل الحكومة أن يصدر قرارهم بمرسوم، علشان ما يجدد ينتهى هذا الأمر ويكون 4 سنوات غير قابلة للتجديد. الأمر كذلك الملاحظة أن يكون بالنسبة لتشكيلها، أنا وجهة نظري هو هناك 7 قضاة ممكن يكون رئيسهم قاضي على رأس عمله، لكن لا، هذا لا يمنع أن يكون هناك نوع من أنواع الاستعانة بالقضاة المتقاعدين، خاصة أن عملها يفترض أن يكون هناك تفرق لها. وكيف يكون هذا الإنسان يكون يعمل في هذا المكان ولا يعني يكون التفرق له ضروري؟ الأمر الآخر بالنسبة للمادة 17 اللي هي مادة رد الاعتبار، اللي هي المادة اللي عليها الأساس في هذا الأمر. المادة إذا قريتوها أخواني موجود المادة أن يكون لا يصدر صدر عليه حكم فقط، وإنما لم تذكر المادة حكم بات، بمعنى إذا صدر عليه حكم من أول درجة يمكن يمنع. فيجب أن يضاف إلى هذه المادة أن يصدر لا يصدر عليه حكم بات نهائي تمييز. إذا قلنا يصدر عليه حكم مخل بالشرف والأمانة، ممكن إذا صدر عليه أول درجة ممكن يحرم من الانتخابات، وليس يكون هناك وقت معين لممارسة حقه في الترشح. فيجب أن تضاف هذه الكلمة أن يكون يصدر عليه حكم بات. الأمر بعد كذلك ما حددت جرائم الشرف والأمانة، وأنت تذكرون يمكن الأخ خالد كان في اللجنة من قبل كان في لغط على جرائم الخلل بالشرف والأمانة، هل تحدد أو ما تحدد أو تترك القضاء؟ فأعتقد في هذا القانون الحساس يجب أن نحدد ما هي الجرائم الشرف والأمانة اللي نتكلم عليها. مساهمة الأخوان الكويتيين في الخارج، أعتقد المادة 21 من قانون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الفقرة الأولى منه نصت على أمر معين، وهو يعني دعت لمساهمة المواطن أو الفرد في الحياة الاجتماعية العامة في الدولة والحياة السياسية. حرمان الأخوان اللي موجودين خارج البلاد، أعتقد يجب أن يكون هناك وجهة نظر في هذا الأمر، وأن تراجع هذا الأمر وأن يمكنون من إدلاء بأصواتهم، خاصة أن هناك يعني ظروفهم حالت بينهم، ظروف مرض، ظروف دراسة، ظروف علاج، ظروف غيرها. فيجب أن لا يحرم هذا المواطن ويعني من 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 هذا الأمر. بالنسبة للتعديل الأساسي وهو رد الاعتبار، رد الاعتبار أعتقد يجب أن يحدد هذا الأمر، أو أن ينهى هذا الإعدام الأبدي للإخوان اللي تم إعدامهم أبدياً، وأن تحدد هذه المدة. لو تجاوزنا وتركنا قانون الجزاء أو قانون الإجراءات وعدلناه وحددنا هذه المدة في قانوننا هذا، لأنه هو قانون يتعلق بالأمر الانتخابي. في أمر أخير وهو المادة 20 قبل لا يفوتني الوقت، الفقرة الأولى أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفق المرسوم رقم 15 لسنة 59 المشار إليه. إخوان ترى في اللجنة المكتب ترى القانون الجنسية لم يشار إليه في الديباجة،
أخ الرئيس، رئيس اللجنة لم يشار إليه بالديباجة، فهذا هناك. شكرا أخ الرئيس. أعتقد هذا القانون قانون خاص يتعلق في تنظيم سير الانتخابات والعملية الانتخابية، والخاص يقيد العام. طالما نحن في خضم أو في 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 مجال تكلم الحديث عن هذا الأمر، أنا ودي أن هذا الأمر يحسم ولا يترك يعني لي أي شخص كائن من كان، مع احترامنا الشديد للقضاء وغيره، لكن يحسم هذا الأمر ولا يترك مجال للجدل، خاصة أن هناك من شطب ثم يعيد قيده، من شطب ثم يعيد قيده، فالإنسان مو عارف نفسه. فلما نحددها بجرائم محددة واضحة للعيان، خاصة لا نكون هناك لبس ولا غموض في هذا الأمر. فنكون لو اجتهد اللجنة جزاكم الله خير في اجتماعكم القادم وحددوها في جرائم معينة 1 2 3 حتى يحسم هذا الأمر ولا نكون في جدل. شكرا أخ الرئيس.